سيد الوزير، عندنا معطيات تفيد أنكم قيد تجريب مشروع تأسيس المقاولات بشكل رقمي أو ما يعرف بتأسيس المقاولات على الخط عبر المنصة الرقمية اللي كيشرف عليها المكتب المغربي للملكية الصناعية. شنو سياق هذا التحول سيد الوزير، وشنو هي النتائج اللي وصل لها الحدود الساعة هذا المشروع؟ هذا المشروع مشروع مهم اللي كنشتغلوا عليه منذ سنتين بفضل تجهيز المنصة، الاشتغال مع المحاكم، حيث كتعرفوا بأن المحاكم عندهم دور أساسي في خلق المقاولات، وعلى في النقاش ونقاش كبير أيضا داخل المجلس الحكومي، حيث كان تخوف على يمكن عدد انفلاتات ممكنة بفضل التحول من الفضاء العادي إلى الفضاء الرقمي. اليوم عطينا الضمانات كاملين، اشتغلنا مع جاهزية ديال المحاكم، درنا تنزيل ديال هاد المشروع بصفة تدريجية، محكمة بمحكمة، بتأطير وتكوين إلى آخره، باش يكون كل شيء جاهز باش نستقبله. وشنا هو الرهان أن ثلاثة ديال الاستفادات بالنسبة لهادشي. أولا، يمكن لك تخلق المقاول ديالك من دارك او من سيبر او من اي مكان كنت عندك كونيكسيون، عندك بي سي ولا تابلت ولا تليفون، ممكن تخلق المقابله ديالك. هذا في حد ذاته ثوره، حيت ما خاصكش تمشي اما الاولمبيك ولا شي بلاصه ولا السيري ولا شي بلاصه باش تخلق المقابله ديالك. ثانيا، عندك الامكانيه باش تخلق مقاوله بلا ما تصرف عدد ديال المصاريف. كتقول كتخلق المقاوله بزيرو، ولكن كيقول لك دير لي 3000 درهم ديال الفوتوكوبي ديال التنابر باش تخلق المقاوله ديالك. والناس اللي كيخلقوا المقاولات راه عارفين هادشي، معلوم كاين تكلفه باش تخلقها المنصه، ولكن اللي هي اقل جدا من هاد التكلفه هاد. وكاين انعكاس غير مباشر، حيت غنقلصوا الاجال. اليوم عندنا 11 ولا 10 ايام، 11 اليوم، ولكن في الحقيقه هما جوج ولا ثلاثه الاسابيع باش تخلق مقاوله، وغنقلصوها للايام. والرقم القياسي اللي درناه هو 22 ساعه باش يكون عندك الاوراق كاملين ديال المقاوله ديالك. يعني حتى عناء التنقل ما غاديش يبقى عندك. عناء التنقل هو الاول. عناء التنقل، عناء التكلفه المباشره والتوقيت، وبصفه غير مباشره هو ايضا التصنيف ديال المغرب في اطار مناخ الامل. Thank you.